يا ترى إيه اللي يفضل من طعم الحياة لو فقد الإنسان نعمة السمع والبصر؟ لو محيت من دنياه كل المرئيات والمسموعات، شيء فظيع. مش هيفضل من الإنسان إلا دودة بتزحف على بطنها في الضلمة، حياتها تبدأ وتنتهي عند إحساسات الجلد. كل جمال الحياة بيخش من الشباكين دول، شباك العين وشباك الودن. شوبنهاور فيلسوف التشاؤم ادعى ان مفيش في الحياة شيء ايجابي غير الالم، وان السعادة شيء سلبي. السعادة هي مجرد غياب الالم، منتهى الجحود. فين النشوة الفياضة اللي بتغمر الحواس مع نسيم الغروب ومع حمرة الشفق ومع صوت ناي على البعد وألوان البحر ولمسة حنان وهمسة فهم؟ ده إحساس سلبي ولا نشوة إيجابية حقيقية؟ العجيبة إن شوبنهاور رغم فلسفته حب في شيخوخته بنت صغيرة جميلة، وبقى يبكي زي الطفل على عمره اللي راح في الرفض والعناد. الحقيقة أقوى من كل فلسفة، وعالم المرئيات والمسموعات ممكن يكون منتهى البهجة والإبهار. وهل الجمال اللي بيسبي ويقتل إلا مجموعة مرئيات ومسموعات؟ هل الجمال إلا وجه وكسب ورسم ولفتة وخطوة وإيقاع وصوت وسجايا حلوة؟ ساعات الإنسان بيعيش على مخزون الصور اللي شافها بعينه، ويفتح أرشيف الذاكرة عشان يعيد سماع الأصوات الحلوة. السمع والبصر نعمة، وكل حاسة منهم عالم، كون كبير من البهجة بلا حدود، يستحق الشكر بلا حدود للمنعم. وكل ده جوه عين، وعلى العين حاجب بيتعاجب، ورمش عين البنية يفرش على فدان. شيء عجيب. ربنا بيقول لهم أعين لا يبصرون بها. ليس كل من له عين له بصر، لأن البصر فهم ووجد وانفعال وتعرف وتذكر. والحكاية أكبر بكتير من مجرد ارتسام صورة على كاميرا، إنما فيه فيلم بيطلع للمخ ويتحمض في الدماغ ويضاهى على مركز المعلومات، والعقل يقول فيه رأيه، والذاكرة بتقول رأيها، والقلب بيقول رأيه، والعاطفة بتقول رأيها، والضمير بيقول رأيه. الغنوة اللي بتقول القلب ولا العين؟ ده كلام فارغ، بنكتة، لأن القلب مش منفصل عن العين ولا العين عن القلب. الواحد منا بيشوف بقلبه وبعقله وبضميره، وأحيانا كمان بيشوف بأحشائه ومعدته، بيشوف بكلية وجوده. ده الإنسان اللي هو إنسان. أما أصحاب النظرة الخاوية الفارغة اللي بيبصوا بالعيون من غير قلوب، فدول أقل من الحيوان، دول مجرد آلات. والإنسان ما هوش أبدا جهاز متركب جوه جمجمة، لا، ده الإنسان مجموعة مشاعر ووجود وكون من الإحساسات المترابطة. وفي أحيانا مدركات أبعد وأعمق وأبعث على الحيرة. ساعات الواحد يشوف إنسان ويحس إن هو يعرفه مع إن عمره ما قابله. إمتى وفين إزاي وكيف؟ يمكن كان لقاء قديم في عالم الأرواح، جايز لعالم أسرار. المادي الملحد بيحاول يريح نفسه ويقول لك الطبيعة خلقت كل شيء. تقول له هي إيه الطبيعة؟ يقول لك مجموعة القوانين اللي بتنظم الوجود. تقول له طيب مين قنن القوانين؟ يقول لك أنا ما بشوفش إلا قوانين.
طيب القوانين دي مفتحه لها عنين، القوانين بتاعتك دي لها عنين؟ يقول لك لا. طب ازاي قانون ملوش عينين ويخلق لنا عنين؟ ازاي قوانين عامية وتخلق بصر؟ ازاي فقير ويدي فلوس؟ ازاي فاقد الشيء ويعطيه؟ ازاي تبقى في عين قد البندقة وجواها مجموعة تجهيزات وكاميرات اكتر مما في العالم كله وفي استوديوهات العالم كله بجميع عددها وتجهيزاتها، وفيها ادق وفيها اضافة وفيها ما لا نعلم من الاجهزة كمان؟ طيب ازاي عين قد البندقة دي وتجهزت التجهيز الفظيع ده، التجهيز اللي الكاميرا فيه حجمها 1/1000 من الملي، كاميرا تلفزيونية حجمها 1/1000 من الملي، دي حاجة تترتب من نفسها؟ هو عارف انه بيغلط، هو عارف ان هو بيغلط. ربنا بيقول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الكل عارف. المسألة مش مسألة عدم معرفة، المسألة مسألة مكابرة. هو مش عاوز يتصور ان في قوة فوقه وان هو مسؤول ومكلف ومحاسب، الحكاية دي مضايقاه. الكفر موقف واخلاق مش عدم معرفة. الكل عارف ربنا، لكن البعض مش طايق المعرفة دي لانها معرفة مكلفة وبالنسبة له مبهزة. هو مش طايق حد يقول له تلت التلاتة كام، عاوز يعربد ويرجع اخر الليل مبسوط يقول ما فيش غيري انا وبس، ما فيش غيري. لكن الحق حق، وحيروح من الحق فين؟ واحنا كلنا حنروح من الحق فين؟